محاضرتنا اليوم إن شاء الله عنوانها الـ Interpretation of Prescription and Medication Order. أول شيء خلنا نعرف شنو يعني Prescription وشنو يعني Medication Order. Prescription هي الوصفة الطبية، والميديكيشن اوردر هي الطبله او الشيت اللي موجود بالمستشفى، لان تعرفون الصيادله ما يشتغلون فقط بالصيدليات وانما يشتغلون ايضا بالمستشفيات. فاذا البريسكربشن هي شنو؟ هي عباره عن الوصفه الطبيه اللي تجي للصيدليه اللي يقراها الصيدلي ويصرفها. الميديكيشن اوردر هي شنو؟ هي عباره عن الطبلة اللي بيها علاج المريض بالمستشفى، شلون تنكتب وشلون تنقري. فنبدي أول مرة بينا نبدي بالبريسكريبشن. شنو تعريفها؟ What's the definition of a prescription? It's an order of medication issued by the physician, dentist or other properly licensed medical practitioner. A prescription designates a specific medication and dosage to be prepared by the pharmacist and administer to a particular patient. يعني يقول الوصفة الطبية هي عبارة عن شنو؟ عن order. الوصفة الطبية هي عبارة عن order، طلب، أو إنه منو اللي كتب هذا الأوردر؟ منو اللي كتب هذا الطلب؟ اللي كتبه الطبيب أو طبيب الأسنان أو أي شخص عنده رخصة طبية إنه يصرف دواء. physician الطبيب، dentist طبيب الأسنان، properly licensed medical practitioner أي شخص عنده رخصة طبية إنه يصرف دواء. هي عبارة عن شنو؟ عن specific medication، دواء معين. and dosage، dosage هي الشكل الدوائي. شنو يعني الشكل الدوائي؟ يعني إحنا ممكن عندنا الباراسيتول يكون بشكل حبوب، بشكل أبرة، بشكل شو اسمه؟ مثلاً powder وهكذا. الكبسول ممكن يكون كبسول، شراب، حقنة. فهذا هو نسميه دوزج فورم، شكل الدوائي. إذا specific medication دواء معينة، specific dosage form شكل دوائي معين. prepared by the pharmacist يحضر الصيدلاني. مرات يحتاج لتحضير، تحضيرات بالصيدلية، ومرات لا فقط يصرفه. and administer to a particular patient طبعا كل وصفة لpatient معين. ما يصير احنا نعطي وصفة مريض محدد، مريض خلينا نسميه مثلا احمد، نعطيها نروح العلي والله عنده نفس الاعراض، لا، هاي برا ما تمشي. يجوز احنا بالعراق قلنا مرات يمشوها، لكن هي علميا واخلاقيا مو صحيحه. هي الوصفه محدده لشخص معين، فلازم نعطي لهذا الشخص. A prescription usually written on a pre-printed form. يعني شنو؟ يعني دائما الوصفه تنكتب بقالب جاهز. شنو هو القالب الجاهز؟ إذا تنتبهون بالوصفات مثلا اسم الطبيب لي فوق، عنوان العيادة، مكان العمر، الاسم، هاي جاهزة مطبوعة أصلا، ويمها فراغات، الفراغات هي اللي تملي. شنو معنى prescription؟ prescription بيها symbol meaning receipt، يعني استلم دواء، أو take دواء، أو you take، والنيم والأدرس والتليفون نمبر كلها عندنا. ومثل ما قلنا عندنا blank spaces يعني فراغات. من يستخدمها؟ يستخدمها البريسكرايبر. من هو البريسكرايبر؟ أي واحد يوصف الوصفة اللي قلنا عليه بالبداية، طبيب، طبيب أسنان أو أي شخص. نمليها معلومات عن البيشنت والميديكيشن. خلينا نشوف نموذج لوصفة نموذجية. This is a typical prescription. هاي وصفة نموذجية بيها هاي الأيت ريكوايرمنتس من 1 إلى 8. شنو هي هاي الأيت ريكوايرمنتس؟ هاي المتطلبات الثمانية اللي لازم موجودة في كل وصفة. Number one, information about the prescriber، معلومات الشخص الطبيب أو اللي راح يوصف، اسمه، عنوان عيادته، توقيع لي جوابه، رقم واحد لي جواب مكتوب، رقم تليفونه، رخصة ممارسة المهنة كطبيب. رقم اثنين اسم المريض. رقم ثلاثة شوفوا هنا الديت، يا تاريخ انكتبت هاي الوصفة. رقم أربعة عنوان، عنوان المريض. رقم العفو وعنوان هاوية الديت. رقم أربعة إذا تلاحظون أكو رمز RX مطلوب، مطبوقات صور. من تلقون هذا الرمز RX؟ يعني معناتها هذا رمز إنه هذه وصفة طبية.
هذه وصفة طبية معناتها you take this medication أو receive this medication أو take this medication. رقم خمسة هو medication itself، الدواء نفسه. إذا تلاحظون بهاي الوصفة ش مكتوب؟ مكتوب ليبتور 10 ملي جرام، يعني هذه الدواء اسمه ليبتور والحباية بها 10 ملي جرام. رقم ستة هو how much prescribed، يعني هاي الحباية أم العشرة ملي جرام إيش قد راح ياخذ منها؟ ياخذ شهر، أسبوع، 10 أيام. فهنا مكتوب تابلت نمبر 30، يعني اصرف له 30 حباية. رقم سبعة مكتوب SIG، إذا تلاحظون هذا شنو معناته؟ سيجنتشورة. شنو يعني معنات سيجنتشورة؟ direction to the patient، يعني هاي التعليمات للمريض. يا أنت تاخذ حباية 3 مرات باليوم، حباية يومية، حبايتين باليوم. هسه هناش مكتوب one tablet every day، يعني يومية حباية. رقم ثمانية هي special instructions. مرة هناك برا ما يصير تكرر الوصفة، أو هو عالميا أو شيء هذا الطبيعي ما يصير تكرر الوصفة بدون رأي الطبيب. فش يكتبون إذا هو يريد الوصفة يكررها أكثر من مرة؟ يكتب الريفل تايم، إيش كم مرة تتكرر؟ شوف هنا مكتوب ريفل 6 تايمز، فيم رقم 8. يعني شنو معناتها؟ يعني معناتها إنه هاي الوصفة أكررها 6 مرات وهكذا. هنا هذا السلايد هو تفصيلات الحكي اللي حكيناه. نمبر 1 هو البريسكرايبر انفورميشن اند سيجنتشر، توقيع معلومات الطبيب. نمبر 2 البيشنت انفورميشن، معلومات المريض. نمبر 3 ديت بريسكريبشن ريتن، يعني ايش وقت تاريخ الوصفه. رقم 4 السمبل، هذا السمبل الار اكس او التيكبو له اسم ثاني هو سوبر سكريبشن، سوبر سكريبشن. 5 الميديكيشن بريسكريبشن، هو الدواء شنو اسمه؟ هذا اسمه انسكريبشن، انسكريبشن. رقم 6 dispensing instruction to the pharmacist، يعني تعليمات الصرف للصيدلاني. اصرف له مثلا 30 حباية، اصرف له 20 حباية، اصرف له 10 عبر. هاي شو نسميها؟ subscription، subscription. رقم 7 السيجنال اللي هي direction to the patient، تعليمات للمريض. مثل ما قلنا اخذ الحباية مرة باليوم، مرتين باليوم، 3 مرات باليوم وهكذا. واخر شيء رقم 8 هي special instruction. هاي الوصفة ما أريد منكم تحفظون المكونات مثل ماري سميث، جون اسم الطبيب، ليبيتور هالشكل. أريدكم تحفظون شلون تترتب، يعني رقم 1 وين ينحط وشنو معناه، رقم 2 وين ينحط وشنو معناه، رقم 3 شنو معناه، رقم 4 وين مكانه بالوصفة، اللي فوق بالوسط اللي جوه. يصير نحط رقم 6 قبل رقم 5؟ لا، لازم نحطهم بالتسلسل، لأنه إحنا نكتب اسم الدواء أول، بعدين الكمية نصرفها، بعدين تعليمات الصرف إيش قد يستخدمها باليوم وهكذا. هذه بالنسبة للبريسكريبشن أو الوصفة الطبية. نجي بالنسبة للميديكيشن أوردر، إذا تلاحظون شكله يختلف هذا الميديكيشن أوردر طبلة المستشفى، هاي شكلها تختلف تماما عن شكل الوصفة، لكن تقريبا المعلومات كلها اللي تنكتب بالوصفة نلقاها هنا. اللي شلون مثلا من هنا تلقون البيشنت نيم اللي فوق، العنوان مالته، عنوان المستشفى، اسم الطبيب، عنوان الطبيب وهكذا. يعني مستشفى فنلقى عنوان المستشفى، رخصة المستشفى، والاوردر الدواء ده تلاحظون مثلا بروبرانولول 40 ملي جرام، اليوم، التاريخ، الديت 2/1، الساعة 12. الفرق الأساسي بين الميديكيشن اوردر والبريسكريبشن شنو؟ يقدر واحد يكتب لي بالشات اذا لاحظته بين الميديكيشن اوردر وبين البريسكريبشن، شنو الفرق الاساسي بيناتهم؟ يعني تقريبا كل الاشياء مشابهه مثل ما قلنا، لكن اكو فرق اساسي بيناتهم. شنو هو هذا الفرق؟ العلاج اكو امر الوقت، هاي اولا اسراء، هذا كلش صحيح الوقت، لأنه إحنا بمستشفى ما يعطي هو علاج مال 3 أيام اللي قدام، يسوي تور، يفتر كل 6 ساعات، كل 8 ساعات يكتب العلاج. هاي وحدة الوقت. الثاني اسم المريض مكتوب، زهراء اسم المريض مكتوب لي فوق patient name.
ولا تاريخ الدخول ما له علاقة، هذا يعني أوكي من معلومات الموجودة على الطابلة، دا أحكي على الورقة هنا. أنا أول شيء قلنا تايم، إيه كمية الدواء، تمام شمس، تعليمات الصرف اكزاكتلي، العمر مو شرط ما له علاقة، يعني مرات ينكتب مرات هناك كاتبين العمر الايج، بس بديش من ينكتب ومرات ينكتب، وهسه راح نجي نشوف حالات ايش وقت ينكتب. فهسه عاشت ايدكم كلكم، تمام حكيكم. الشغلتين الاساسيه الفرق مثل ما قلتوا، اولا الوقت، لان احنا هنا نعطي دول للوقت، ثانيا تعليمات الصرف ما تكون كامله، يعني هسه لاحظوا هنا مكتوب تار الساعه 12 نعطي بروبرانولول 40 ملي جرام، نعطي فيوروسيمايد 20 ملي جرام باي ماوث ان ذا مورنينج، نعطي فلورازيبام 30 ملي جرام ات سليب. اذا ده يطول مال يوم بيومه، ما بيعطي الكميه كلها مالت شو اسمه العلاج مال مثلا 3 ايام اللي قدام او 4 ايام اللي قدام، لان هو باقي بالمستشفى، فيكتب العلاج مال يوم بيومه والوقت مالته. تمام عيني. هسه خلينا ننتقل على السلايد الثاني، فلا حد يكتب بالشات بعد. نجي للسلايد الورا، ايش راح يقول لي؟ يقول لي هسه ذكرتوا لي انه انتم وحده من الفروقات ممكن يكون الايج، انه بالطبله مال المستشفى تلقون مكتوب العمر والجنس، بينما بالوصفه ما تلقون. انا اقول لكم لا، مرات تنكتب مو دائما، يعني اكو هواي وصفات ينكتب بيها العمر، لكن اكو وصفات شرط ينكتب بيها العمر. شنو هي prescription for infant and children and elderly، الوصفات اللي للاطفال حديثي الولاده، الانفنت child الاطفال، والالدرلي الكبار، meaning must write age, weight and or body surface area. يعني لازم نكتب العمر. ولاحظوا مثال الوصفة اليمكم، سوزي عمرها 5 سنين، فكتبنا العمر age وكتبنا العمر الويت الوزن مالتها، يا إما نكتب الويت الوزن يا إما نكتب البادي سيرفيس اريا. ليش نحتاج نكتب الايج والويت؟ لأنه الجرعة عندنا مال أدلت، ومرات نحتاج نغير الجرعة على مدة تكون for a child، نحسبها للطفل ايش قد. فأنا شلون أحسب جرعة الطفل إذا أنا ما أعرف عمره؟ فإذا من واحد يجي يسألني what is the main difference between prescription for adult and prescription for child، شنو الفرق الرئيسي بين وصفة لطفل ووصفة لكبير أو وصفة يعني إنسان بالغ؟ تقول له إنه بوصفة الطفل يعني we have to، لازم نكتب ال age وال weight أو ال body surface area. ال age and weight and body surface area must be written. هاي بالنسبة إذا كانت الوصفة for infant, for a child أو for elder لعمره من 70 وفوق. نجي هسه أنواع الوصفات. عندنا بصورة عامة three types of prescription. عندنا نوعين من الوصفات. Both not require compounding or admixture by the pharmacist. الوصفات التي لا تحتاج تحضير. يعني شنو؟ يعني تيجي الوصفة مكتوب بها أموكسيل شراب، أنا أروح أجيب الباكيت مال الأموكسيل شراب وأصرفه، هاي ما تحتاج تحضير، ما تحتاج شغل بالصيدلية، نسميها not require compounding or admixture by the pharmacist، لا تحتاج مزج وتحضير من قبل الصيدلي. ومثل ما قدامكم هنا مثلا مكتوب أموكسيسيلين شراب 250 ملي جرام per 5 ml dispense 100 ml، السيجنتشورة 2 teaspoon full خشبتين شاي كل 12 ساعة every 12 hour. طبعا هنا دا تلاحظون مكتوب هنا أموكسيسيلين، اكو شيء عندنا اسمه generic name واكو شيء عندنا اسمه براند نيم للدواء. شنو الفرق بيناتهم؟ الجينيريك نيم هو الاسم العلمي، يعني الاسم الكيميائي للدواء، الاسم اللي انصنع به الدواء. البراند نيم او المانيفاكتشر نيم هو الاسم التجاري، يعني راح اعطيكم مثال الباراسيتول. الباراسيتول المادة العلمية مالته، المكون الكيميائي هو اسيتامينوفين. هسه اذا تلاحظون اي شركة باراسيتول عندكم مال اي شركة، من تقرون جوه تقرون اسيتامينوفين. لكن اكو شركة صنعت سمتها باراسيتول، شركة سمتها باراسيتامول، شركة سمتها بنادول.
فإذا البنادول والباراسيتامول والباراسيتول والباراكول والكولوبار والمدري منو هاي الأسماء، هاي كلها تجارية، واحد عراقي واحد سوري واحد، لكن الاسم العلمي هو ثابت نفسه اللي هو أسيتامينوفين. فيقول لك الوصفة ممكن يكتبوها بالاسم العلمي الكيميكال أو الجينيريك نسميه نيم، or could be written بالبراند نيم أو المانيفاكتشرر نيم. طبعا والأصح ينكتب بالاسم العلمي حتى لا يصير خطأ بالقراءة، لكن الاثنين هم ممكن تنكتب، ممكن نشوف وصفة مكتوب بها الاسم العلمي وهو هذا المتبع به بخارج العراق، لازم يكتب الاسم العلمي حتى ما يصير خطأ، وممكن نلقى الاسم التجاري موجود. هذا أول نوع من الوصفات، This is the first type of prescription، ما تحتاج تحضير. The second type of prescription نسميه prescription require compounding، يعني وصفات تحتاج إلى تحضير. هاي شنو؟ تجيني مكتوب بيها كل المواد بشكل powder أو بشكل liquid وأني أمزجهم سوا وأحضر الوصفة المطلوبة. شوفوا مثلا من هنا قدامكم الميتوكلوبرومال 10 جرام، مثل بارابين 50 ملي جرام، بروبيل بارابين 20 ملي جرام، صوديوم كلورايد 800 ملي جرام، وآد بيوريفايد ووتر أضيف مي 100 مل 100 مل، وأحضر نيزل سبراي بخاخ مع الأنف. فأني شو أسوي؟ أجي لازم أني أحضرها بإيدي، أجي أوزن المواد وحدة وحدة وأمزجهم وأضيف لهم المي وأذوبهم وبعدين أحطهم بعلبة مناسبة وأصرفهم للمريض. This is the second type of prescription اللي هي prescription that require compounding. إيه الكلورفينرامين هو الألارمين بالضبط سجى. أوكي. فيقول لك عادة لما عندنا وصفة تحتاج تحضير prescription the quantities of ingredient used almost always expressed in metric system for weight. يعني دائما بالوصفات اللي تحتاج تحضير لاحظوا ايش مكتوب almost always دائما تقريبا مكتوبة بالمتريك سيستم وحدات غرام ملي غرام مل وهكذا. Sometimes أو in rare instances يعني في حالات نادرة rare يعني نادر ممكن نلقى apothecaries وهاي دائما قلنا وين نلقاها أكثر شيء بالولايات المتحدة الأمريكية. ليش نفضل use of metric system؟ لأنه easy to use, easy to convert وكنا هو universal. أكو طريقتين ينكتب بيها المتريك سيستم أو الوحدات مالتها بالوصفة، أريدكم تنتبهوا لي على هالوصفتين. باع الوصفة الأولى إيش مكتوب؟ acetyl salicylic acid 4 جرام، فيناسيتين 0.8 جرام، كودين فوسفيت 0.5 جرام، نيكسان ميك كبسول نمبر 40. يعني هذين المواد ثلاثتهم أمزجهم محضر 20 نمبر 20 العفو 20 كبسولة. إذا تلاحظون هنا هو مطين الكميات غرام ملي جرام مل ما كاتبها كتابة. هذه الطريقة الأولى لكتابة الوصفة يعني تجيني. الطريقة الثانية لاحظوا هذا الفيرتيكال لاين الخط، هذا الخط العمودي الفيرتيكال لاين تلاحظوه. هذا معناتها شنو؟ معناتها اليونتس مالتي لو جرام لو مل، يعني الدكستروميتر فان 0.18 جرام، الجويفيناشين سيراب 1.2 مل، الالكحول 2.1 مل، والفليفر سيراب 60 مل. فاذا معناتها انا ما احتاج كتب لي جرام وكتب لي مل، اذا حط لي فيرتيكال لاين يعني انا اوتوماتيكيا او تلقائيا اعرف انه هاي الكميات عندي هي بجرام وبمل. فاذا نرجع على السلايد اللي قبله، هذا هو الحكي اللي عليه، يقول الـ use of metric system الديسيمال بوينت could be replaced by vertical line، هاي الجرام والمليجرام ممكن نبدلها بخط عمودي. This line represent gram و represent mil، فما يحتاج بعد يكتب لي هنا يم الـ 0.18 جرام ولا يحتاج يكتب لي 60 مل، هو الخط العمودي موجود. تبارك حبيبتي، أكثر من مرة قلت لكم لا حد يكتب بالشات وأنا دا أشرح، أنا من أخلص حابلكم شنو تردون عيدة مكتمتو تقولوا لي.
عموما هو معناتها مجرد انه انا من احط خط عمودي ما يحتاج اكتب الوحده. هسه انا من احط يم بالوصفه الاولانيه من احط يم الاسيتيل ساليسيليك اسيد 4 واوفى بدون وحده، راح تعرفون هاي الاربعه شنو؟ غرام، ملغرام، كيلوغرام، ناو. لا، اذا لازم احط يونت، فهنا أنا احط 4 جرام، فيناستين 0.8 جرام، الكودانين 0.5 جرام. مرات ما يحتاج احط يونت اذا عندي فيرتيكال لاين، هذا الخط العمودي. ليش؟ لان هذا الخط العمودي ده يعطيني دليل انه هذه الوحدات هي غرام ومل، يعني 0.18 جرام عندي هنا، مو حاط خط عمودي قبل صفر ورا 18، معناتها انا عندي 0.18 جرام من الماده الاولى، عندي 1.2 من الماده الثانيه، عندي 2.1 من الماده الثالثه، فهاي هي الخط العمودي معناته جرام او مل. اذا الماده سائله يعني قياسها مل، واذا الماده صلبه قياسها جرام. هسه اذا عنده واحد سؤال خلي يكتب لي بالشات، ولو هو الموضوع سهل ما يراد له سؤال، مجرد شنو تعريف الوصفه وفرقها عن الميديكيشن اوردر وانواع الوصفات اللي قلنا عندنا تحتاج كومباوندنج وما تحتاج كومباوندنج، not require compounding. هذا الحكي طبعا تعاريف الوصفات، prescription require compounding not require compounding، يعني هي غير محاضرة وكل محاضرة تنحفظ. نيجي هسه use of abbreviations and symbols. شنو يعني؟ احنا عادة من تجي الوصفات ما تجي مكتوبة كتابة كاملة، وإنما وخصوصا هذه هسه اللي شفناها مثل هاي الوصفة تحتاج تحضير، فلازم تجيبيها رموز. فراح هسه نعرف شنو هو، ما دام خط عمودي يعني الوحدة غرام باقر، ما دام الخط موجود يعني الوحدة يا إما غرام يا إما مل. يبقى يعتمد إذا قبل الخط مثل هذا مو مكتوب زيرو هنا قبل الخط ورا مكتوبة 18، يعني هاي معناتها 0.18، هذا الخط كأنه فارزة والوحدات كأنه جرام أو مل. وطبعا ممكن تجي ملغرام، ممكن تجي قصدك يعني هنا ممكن تجي، شوفوا هسه هاي الوصفة ممكن تجي ملغرام وجرام ومل كلها ممكن. هسه هنا ليش ما حاطة هنا خط عمودي مثلا بهاي الوصفة؟ لانه عندي جرام ومليغرام، وهذا الخط عمودي فقط اذا عندي جرام ومل. هو موجود، موجود يعني هو قدامك، يا اما كتبه كتابة مثل ما مكتوب هنا غرام غرام او ملغرام مثل ما مكتوب بالوصفة قبله، يا اما حط خط. وفي سؤال على هالموضوع، اللي يريد يرجع بعدين يسمع التسجيل مرة ثانية حتى يفهم اكثر. هسا نيجي دائما بالوصفات نستخدم abbreviations، نستخدم مختصرات. So abbreviations is common in prescription and medication orders. دائما المختصرات نلقاها بصورة عامة وين؟ بالmedication order وبالprescription. لكن مرات اكو عندنا unfortunately لسوء الحظ، unfortunately معناتها لسوء الحظ، يصير عندي medication errors due to misuse misinterpretation of abbreviations. يعني يصير عندي medication error، أخطاء طبية بسبب misuse سوء الاستخدام و misinterpretation سوء التفسير، يعني ما فسر هاي المختصرات بطريقة صحيحة أو ما فهمت بطريقة صحيحة، فمن يجي يقرأ الوصفة ما راح يقرأها بطريقة صحيحة. أكو عندنا specific recommendation to reduce medication error، أكو عندنا قوانين معينة أو قواعد معينة نلتزم بيها حتى نقلل هاي الأخطاء بالابريفيشنز بالمختصرات. طبعا قسم منها تشبه شنو؟ تشبه اللي اخذناها بالمحاضره السابقه عن الغرام والملغرام، هاي القواعد ال11 اللي اخذناها شلون نكتب اليونت العفو نكتب الارقام. هاي اول قاعده اخذناها، قلنا اذا عندي رقم مثلا 4 ملغرام ما اجي اكتبه 4 فارزه صفر، ما يحتاج، لان ممكن واحد يغسل الفارزه ويقراها 40، اكتبه 4 ملغرام. هاي نفس القاعده اللي قلنا عليها قبل. القاعده الثانيه اذا كان العدد اصغر من واحد، مو احنا قلنا لازم نحط فارزه،
ما نجي نحط فارزة مباشرة، مثلا إذا point to ما أجي أحط فارزة 2، لا أجي أحط 0.2 مليغرام. مثل ما لاحظنا هنا، شوفوا هنا تنكتب 0.2 مليغرام ما تنكتب دوت 2، وهاي قاعدة أيضا ذكرناها بالمحاضرة السابقة، إنه ما يصير الرقم إذا أقل من واحد ما نحط صفر بالبداية. القاعدة الأخرى شو تقول؟ تقول أنا لازم أحط سبيس بين من؟ بين اليونت وبين الرقم، يعني العشرة مليغرام ما أطبقها حتى لا يصير خطأ بالقراءة. أحط 10 وأحط سبيس فراغ وأحط مليغرام. إذا تذكرون القاعدة السابقة بالمحاضرة قبلها، من عندي الأرقام من واحد إلى ألف ما أختصرها، أكتبها كاملة. فهنا من دي يقول لي لما عندي هول نمبرز يفضل أكتبها كاملة. مثلا عندي 100 مليغرام أحطها 100 مليغرام، ما أحطها 0.1 جرام. مو غلط إذا حطيتها 0.1 جرام، وإنما الأفضل when possible. إذا لاحظت شو مكتوب هنا، use whole numbers when possible، قدر الإمكان إذا أقدر أستخدمها بدون اختصار أستخدمها. الرقم أحطها 100 مليغرام. القاعدة اللي وراها يقول دائما الدواء ما أستخدمها مختصرات، أستخدم له full name، اسم كامل. مو أجي مثلا عندي اسم دواء فينوباربيتال وأحط له بي في، ما هذا البي في تنقرض، ممكن كل واحد يفسر هالشكل. الأدوية تكتب أسماءها وبالذات الأسماء العلمية بشكل كامل. طبعا مثل ما قلنا اليونت نكتبها بالطريقة الصحيحة، مو الجرام كل واحد يكتبه كيف، واحد يكتبه كابتل جي، واحد يكتبه جي ام، واحد يكتبه كابتل جي ام، واحد يكتبه جي ام اس او الجرام، لا ينكتب سمول جي. فنفس نلتزم، لان هذه شنو؟ هذه المختصرات الابريفيشنز مال اليونتس هاي عالميه متبعه بكل دول العالم. ف وي يوز فور اكزامبل المليغرام نكتبه سمول ام سمول جي، مو نكتب ام جي اس او ام جي ام وهكذا، كيف ننطي ابريفيشنز. سبيل اوت يونتس، اليونت طبعا هو وحده قياس، اللي عنده احد بالبيت يستخدم انسولين او شايف انسولين قبل يلقي علامات العلبه مكتوب مثلا الكميه باليونت. اليونت هي نوع من وحدات القياس، هالحا هالجرام والمليغرام. يقول لك من عندي وحده قياس يونت ما اكتبها يو كابيتال يو او سمول يو تخربطني، اكتبها كلمه كامله يونت، فور اكزامبل 100 يونت. ايضا مرات اكو ابريفيشنز، هسه راح نجي ان شاء الله ناخذ الابريفيشنز كلها مطلوبة وحفظ. مرات اكو ابريفيشنز اذا تتكرر بالوصفة اكثر من مرة تخربطني، شلون يعني؟ يعني ما مثلا يقول لي رايت اي وليفت اي، الاو دي يعني رايت اي والاو ال يعني ليفت اي، فمرات يكتب لي او دي وهو قصده او ال، تخربط بالكتابة يعني. فمن اكو احتمال بهيجي شيء مثلا بين الرايت اي والليفت اي، يفضل انه ما استخدم شنو الابريفيشنز الاو دي والاو ال، استخدم كلمه كامله رايت اي ليفت اي رايت اير ليفت اير هالشكل. فهاي في هذه الحالات فقط، في حاله العين وفي حاله الاذن. مثلا اذا عندي كلمه every day، عندي مثلا وصفتين او يعني عندي دوايين بالوصفة، الدواء الاول لازم ينوخذ يومية every day، الدواء الثاني لازم ينوخذ مثلا بين يوم ويوم every other day. فاكو احنا عندنا لكل كلمة مختصر، ال every day مختصر مالتها QD مثل ما تلقون هنا، وال every other day مختصر مالتها QOD. اذا عندي ذني اثنين بالوصفة ومكتوبات مختصرات مرات يخربط بيناتهم QD QOD، يصير خربطة. فيفضل إذا مكررات بنفس الوصفة أكتبها كلمة every day every other day، لكن إذا مثلا عندي بس دواء واحد أكتب عادي QD every day حتى لا يصير خربطة بيناتها. إذا عندي كلمة day و dose بنفس المكان، يعني هذه الجرعة مثلا دي يقول لي هاي الدوز تنوخذ every day، فما أقدر أختصر بحرف دي،
لأنه هذا الحرف دي من راح اختصرش، ما أدري إن هذا دي للدي لو دي للدوز. فإذا عندي كلمة دي وكلمة دوز بنفس المكان، ما أستخدم الرمز دي، أكتبهم ككلمة دي ودوز. لكن إذا كان مبين أو واضح الدي والدوز لا. يعني هنا أنا مثلا باعوا لحظة مثلا ملي جرام بير كي جي بير دي، وأكو ملي جرام بير كي جي بير دوز. فأني بهالحالة إيش أسوي؟ إذا حطيت دي هنا ما راح ينعرف بالسؤال هذا دوز لو دي. هو انت عادي ما يعني حتى لو جتي وحدة، هو احنا كصيادلة احنا ما نكتب وصفات، فهو مو احنا بنختصرهن، وانما هي تجيك مختصرة هاي التعليمات، هم للصيدلي اذا يريد يكرر ويكتب، وهم للطبيب من يجي يكتب. فيعني انت اذا تريد تكتبها، احنا اذا جتنا QD everyday مكتوبة بالوصفة وقرناها، من اجي اكتبها على الباكيت مال المريض، مو اني التعليمات غير اشرح اكتبها على الباكيت مال الدواء، ما اجي اكتب له كيو دي، اجي اكتب له افري داي اي سبيل ات فول كامله. ونستخدم مكان كلمه دي ودوز ما نستخدم دي ك شو اسمه كابريفيشنز كمختصر. ليش؟ لان ممكن تنكتب عندي ملي جرام بير كي جي بير داي، أو تنقل ملي جرام بير كي جي بير دوز، وهذا ممكن يسبب لي خطأ. فلهذا من عندي ممكن استعمال بين دي ودوز، avoid using دي، ما استخدم حرف دي في كلمة دي كلمة دوز. ليش؟ حتى لا يصير عندي misinterpretation. هاي النقطة 11، amplify the prescriber direction on the prescription label. هذا هنا اللي هسه قلت لكم عليه، انتو تجيكم الوصفة بشكل مختصرات، مثلا كاتب لك كيو دي يعني افري داي، من اجي اكتبها اني على الباكيت او على الليبل ما اكتبها مختصر، لان المريض راح يخربط. اجي اكتب له اياها كاملة، يعني one tablet every day، one tablet every 3 hours، وهكذا اني استلمها من الوصفة بطريقة صحيحة لان هي موجودة مختصر، وارجع اكتبها بطريقه كامله على الباكيت من اجي اصرفه للمريض. هسه نجي عندنا اكو نوعين من الوصفات بصوره عامه، هسه وهنا ما موجوده بالعراق لكن خارج العراق، الاتجاه حاليا المن الى ما يسمى اي بريسكريبشن او الكترونيك بريسكريبشن، اللي هي الوصفه الالكترونيه. What's the meaning of electronic? The use of electronic means for the generation and the transmission of a prescription accepted throughout United States. يعني شنو؟ يعني استخدام الإلكترونية، الوصفة الإلكترونية بالوقت الحالي هو مشروع بالولايات المتحدة. شنو يعني وصفة إلكترونية؟ يعني الطبيب يكتبها إلكترونيا ويرسلها عبر الإيميل إلى الصيدلية، الصيدلاني يقراها إلكترونيا يطبعها ويصرفها للمريض. Everything electronically done، كل شيء إلكتروني، وكل شيء عن طريق شنو؟ عن طريق الإنترنت. فإذا الـ inpatient والـ outpatient setting medication order for a patient، يعني المريض الطبيب راح يسوي لي medication order للمريض، المريض يدخل هو هناك عندهم برا بالخارج، مو بس بأمريكا، بأمريكا وبريطانيا، يجي عندهم أنه معلومات المريض تبقى كاملة مخزونة بالنظام الطبي، يعني مو هو يروح عند طبيب معين إلى، معلوماته كلها مخزونة، ومن ضمنها وصفاته، وصفاته القديمة واللي راح يعني، وإذا كتب له وصفة جديدة كلها تبقى مخزونة. فهاي الوصفة مو تبقى مخزونة بالنظام، شو يسوي الطبيب؟ يسوي يحولها المن إلى الصيدلاني عن طريق الإيميل أو عن طريق النظام. So when the pharmacist received it، هنا أنا مثل ما تقول when received، the pharmacist immediately reduced the order، يحولها إلى hard copy، يطبعها، يطبع الوصفة وبعدين يصرفها. زين شنو الفائدة اللي استفادناها؟ شنو اللي صار عندنا بهالحالة؟ شنو فائدة الوصفة الإلكترونية
عن الوصفة العادية. يعني هنا الوصفة الإلكترونية يطبعها الفودلاني، الوصفة العادية يطبعها الطبيب. فشفادتني عندي 5 فوائد للوصفة الإلكترونية. نمبر 1 reduce error، يقلل الخطأ، لأن كل طباعة راح يصير ولو هي بالخارج، يعني ماكو وصفة كتابة يد، ممنوع منعا باتا إنه الوصفة تنكتب كتابة يد، لازم طباعة. reduce error، تقلل الخطأ. concurrent software screen for drug interaction، يعني شنو؟ اكو عندي مرات ادويه مثل نطشوه، هاي ان شاء الله بالثالث والرابع من تصعدون تاخذوها، دراج نسميه دراج دراج انتراكشنز، يعني هذا الدواء يسوي لي كومبلكس ويا هذا الدواء، فما يصير ينطون بنفس الوقت، يا اما ما ينطون يعني اصلا نهائيا سوى، او ينطون فرق مثلا 6 ساعات بيناتهم حتى يلحق الاول ينهضم وينوخذ وياخذ الجسم يلا اعطي الدواء الثاني. مرات ما ينتبه الطبيب لان هو مو متعمق بالادويه مثل الصيدلاني على الدراج دراج انتراكشنز، اكو سوفت وير موجود عنده ينبهه يقول له ترى ذولا لازم فرق بيناتهم بالقليل 4 ساعات على مود ينطون سوا. ف concurrent سوفت وير سكرينز فور دراج انتراكشنز، دائما اكو فد سكرين للدراج دراج انتراكشن. reduce incidence of fraud prescriptions، يعني تقل حالات الوصفات المزورة، بعد ما يصير بها مجال تزوير، ماكو تزوير لأنه هو الصيدلاني بده يطبعها. efficiency طبعا أكيد هاي كفاءة وسرعة للطبيب وللصيدلاني وأيضا للpatient، convenience to the patient، ملائمة للمريض، المريض اللي راح يطلع من باب الطبيب يوصل للصيدلية يلقى شيت الدواء باسمه حاضر، لأنه رأسا أول ما يطبع الطبيب الوصفة ويدسها الصيدلاني يحضرها، مسافة الطريق بين الطبيب والصيدلي المريض وصفته حاضرة، فأسهل وأسرع له. هذه الـ5 نقاط هي الأدفانتج أو فائدة الوصفة الإلكترونية مقارنة بالوصفة العادية. لهنا أحد عنده سؤال عينه؟ هو ولو الموضوع يعني سهل وبسيط وحلو يعني وما يحتاج للسؤال، بس اللي عنده سؤال خليه يسألني. تمام، هسه تتذكرون من حكينا على التحويلات مالت الجرين والجرام والسكرابل، قلنا تلقون يمها مكتوب اس اس اي اي، اسماء يا ادوية، وين اكو اسماء ادوية؟ ما عندي اسماء، ما ذكرت اي اسم دواء. QD معناتها every day. هسه راح تجيكم المختصرات، عندنا يعني سلايدات كاملة على كل أنواع المختصرات الصيدلانية المستخدمة. لا مو قلت لكم وفهمتكم، انتبهوا وياي من أحكي، قلت لكم هاي البطن الوصفة كاسماء أدوية ما تنحفظ، ينحفظ الشكل العام للوصفة، وين ينحط كل شيء، وين ينحط مكانه وهكذا. يا نقطة، النقطة الأخيرة أنه convenient for the patient، ملائمة للمريض، أنه يطلع من الطبيب يلقى الوصفة قدامه. زين عيني، هسه ننتقل إلى Roman numbers. إذا تتذكرون قلنا السكرابل ومثلا الضخم الأبوثيكري سيستم والأفوزرابيا سيستم، دائما يحطون يمها I S S L V، هذا معناتها شنو؟ هاي معناتها الكمية أو الرقم. فعادة من Roman numbers أو numerals commonly used in prescriptions for quantities، يعني دائما نلقى إنه يكتبون الأرقام بالRoman numbers. فإحنا شلون نعرف نقرأها؟ كل حرف إلى قيمة معينة، الاس اس يعني half نص، الاي يعني 1، طبعا الاي ممكن تنكتب capital I وسمول I وسمول J، لكن بأغلبيتها احنا من نلقاها مكتوبة small i. ال V ده تلاحظون مكتوب capital او small يعني 5. اذا القى X يعني 10. اذا القى L يعني 50. اذا القى C يعني 100. اذا القى D يعني 500 قيمتها. واذا القى الحرف N يعني قيمته 1000. هاي الارقام
من أعرفها يعني كل حرف قيمته جد، أقدر أي رقم روماني أقرأه أو أكتبه، يعني إذا مكتوب بالعربي وحوله أعرف أحوله روماني، وإذا مكتوب بالروماني أعرف أحوله عربي. زين يجي واحد يسألني، زين والأرقام اللي بالنص؟ السبعة، التسعة، 250، 74، وهكذا. أكو عندنا 3 قواعد رئيسية. When we know these laws نقدر نكتب هاي القيم ثابتة، ال SS نص، ال R واحد، ال V خمسة، ال X 10، ال L 50، ال C 100، ال D 500، وال M 1000. شن هي هاي القواعد؟ القاعدة الأولى: A letter repeated once or more repeat its values. الرقم من يكرر تكرر قيمته، يعني احنا مو قلنا الاكس قيمتها 10؟ When we put two x's together x x ايش قد يصير قيمتهم؟ 20. لما نحط 3 x's x x x ايش قد قيمتهم؟ 30. ال i قيمتها 1، من نحط i i تصير 2، من نحط i i i تصير 3. هاي القاعدة رقم 1. القاعدة رقم 2 تقول one or more letter placed after a letter of greater value increases its value. يعني إذا أنا عندي حرف أو حرفين وإجا قيمتهم كبيرة وإجا وراهم حرف قيمته صغيرة أجمعهم. شلون؟ هسه ال V إيش قد قيمته؟ من مكتوب مثلا عندي V I، ال V إيش قد قيمته؟ ال V قيمته 5 وال R قيمته 1. بما أن الخمسة أكبر من الواحد وجاية قبل أجمعهم، فإذا الـ VI قيمتها 6. XII الـ X قيمتها 10، الـ R قيمتها 1، والـ I اللخة قيمتها 1، يعني II 2. زين الاثنين أصغر من العشرة وجاية وراها، فشو أسوي؟ أجمعهم. 10 زائد 1 زائد 1 يصير 12، يعني الـ XII تساوي 12. الـ L قيمتها 50 والـ X قيمتها 10، العشرة أقل من الخمسين والعشرة جاية ورا الخمسين، إذن أجمعهم LX تصير 60. فإذا one or more letter placed after a letter of greater value increase its value. إذا رقم كبير بالبداية أو أكثر من رقم كبير ويجي وراء رقم صغير أجمعهم. ماكو شيء اسمه X تربيع يساوي C، وين أكو شيء؟ إحنا ما نحط أسس. القاعدة أخلص القواعد، من تعرفون القواعد ثلاثة تفهمون. القاعدة الثالثة تقول إذا letter placed before a letter of greater value it decreases its value. يعني إذا حطينا الرقم القليل بالبداية والرقم الكبير بالوراء النقص. مثل هنا I V، ال I هي 1 وال V هي 5، 5 ناقص 1 شو تساوي لي؟ تساوي 4، إذا قيمة ال I V 4. ال X هي 10 وال L هي 50، إذا العشرة أقل من الخمسين وصار بالبداية أنقص، فخمسين ناقص 10 40، إذا قيمة ال X L تساوي شنو؟ تساوي 40. 40. فهذه الثلاث قواعد من أحفظها أي رقم روماني يجيني أقدر أحوله للعربي، أو بالعكس أي رقم عربي عندي أقدر أحوله للروماني. وأنا حطيت لكم هنا كمثال، باع هنا رقم 47، كان أكتبه؟ أكتب أول مرة الأربعين، الأربعين هي إكس إل، لأن الإكس هي 10 والإل هي 50، 50 ناقص 10 40. حطينا والسبعة هي شنو؟ في اي اي، الفي اكبر من الاي، فهذه 5 6 7 صارت 47. بقى 77، ال ال هي 50 وحطينا اكس اكس، يعني الاكس هي قيمتها 10، فستين 70. هسه هذه ال ال اكس اكس 70، 50 60 70، وهنا حطينا 7 V I I صارت 77. 85، لاحظ ال L X، ال L هي مو قلنا 50 وال X 10، 50
60 70 80 والفي 5 85. الأرقام الأكبر شوي وراد لها انتباه، مثلا 237 السي ايش قد قيمتها؟ قيمتها 100، فاني لأن عندي 200 ايش حطيت؟ سي سي 100 و100 200 اكس 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 يعني 3 عشرات صارت 230، حطينا السبعة اللي هي الفي اي اي صارت 237. 4564 طبعا عادة أرقام الآلاف ما تجي بالوصفات، يعني نادر إنه ما تجي بالوصفات، لكن إحنا لازم نعرف شلون تنكتب. 4000 الألف هو الأم، ما إحنا قلنا الأم قيمتها ألف، فالأربع أمات ألف، ألفين، ثلاثة، أربعة. الدي هي 500، فش حطينا دي الأل 4564. بس إحنا حطينا 4000، وإذا رجعنا على اللي وراه تلاحظون إيش قد قيمتها؟ 500، فحطينا 500 صار 4500. الأل قيمتها شنو؟ 10، والإكس 50 والإكس قيمتها 10 صارت 60، صارت 4560. والأربعة هي آي في، لأن الواحد الآي هو أصغر من الفي اللي هي 5 فتصير 4، فصار عندي 4564 كتبناها. اي اي ال شو تصير مثلا؟ لا ما تختلف طريقة الكتابة وما تطلع نفس النتيجة، لأنه هي قوانين، يعني مو بكيفنا احنا نرهم احرف حتى نطلع الرقم اللي نريده. عادي ما تفرق الحرف ينكتب كابيتال او سمول، ما تأثر الكابيتال والسمول ترى ما يأثر بالكتابة، ما يأثر على قيمة الرقم. لاحظوا الفوق ايش قلت لكم اني، شوفوا هنا اكس كابيتال او اكس سمول هي 10، ام كابيتال ام سمول هي 1000، دي كابيتال دي سمول هي 500، دي اس الاس اس نص خطأ. اذا كتبت دي اس اس يعني انت بتكتب 200 ونص، الاس اس يعني نص. هاي نستفاد منها بالوصفات، اغلبيه الارقام مرات تجي اذا ويا المتريك سيستم تجي ارقام عاديه، بس ويا الابوتيكر والازوتربيه تجي ارقام رومانيه، فلهذا لازم نعرفها. ال 237 خلينا نشوف شنو قصدك بال 237. كان انت عندك من تعبر ال 300 انت لك حق ريبيت ذا فاليو. باعوا اول نقطه، لا حد يكتب بالشات حتى الحق اجاوب سؤال سؤال. باعوا اول نقطه الليتر ريبيت اتس فاليو، يعني الاكس اكس 20 اكس 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 30، بس انا ما اكتب اربع اكسات حتى يصير 40، خطا. احدد يعني اكرر الى حد ثلاث مرات، هذه بالنسبه للاكس وبالنسبه للفي وبالنسبه للال. بالنسبه للام لان ماكو بعد اكبر من الالف اقدر اسويه اربع مرات او خمسه، لكن البقيه اوقف الحد. من يريد مني 40 ما اكتب اربع اكسات يعني 10 10 10 10، لا اكتب 50 ناقص 10 اللي هي هاي اكس ال. مو بكيفي أسطر حروف وأرهمها حتى أطلع رقم، هي قاعدة وأمشي على القاعدة أني. مو يا عيني يا ريحانة والبقية، مو بكيفي أسطر أمشي على القاعدة، ما ينكتب الرقم بأكثر من طريقة وإلا تصير خربطة، كل واحد يجي يكتب بكيفه والقاعدة تروح. أنا ليش أمشي على القاعدة؟ أنا ليش أمشي على قاعدة؟ لأن الرمز يعني كل حرف له قيمة، فمن امشي على القاعده وعلى قيمه الحرف ما راح يصير خطا. اي واحد يفتهم بالروماني يجي يقرا نفس القراءه، بس من اني اغير ترتيب الحروف كيف على مد اراهم رقم ما تصير. مو كيفنا احنا، مو كيفنا الاحرف قليله ولا كثيره تبارك، وانما الرقم هو اللي يحكمني. ايش فيها 47؟ أه
الثلاثة الأصح هي آي 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 سرو. الأصح هي آي آي آي. من تصير أربعة أجي أكتب آي في. زين عمي؟ شلون يصير في اكس 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 ختام؟ الفي هي شو اسمه خمسة، وانتي حاطة وراها 30. مو بكيفني يا عيني، بعد لا حد يكتب لي احرف وارقام، مو بكيفي اجي اراهم والله الفي خمسة واحطها قبلها وانقصها. القاعدة امشي عليها قاعدة غلط، لان انتي هسه هاي كاتبة في اكس اكس اكس، يعني ايش حاطة انتي؟ حاطة الخمسة قبل العشرة، صارت شو اسمه خمسة والنوبة 20 صارت 25. يعني ما اعرف، شوفي يصير خطأ بالقراءة، يجي واحد يقراها 30 ومنقصتها خمسة صارت 25، ويجي واحد يقراها بغير طريقة. يعني شلون حسبتيها 47؟ ما اعرف والله. عموما انتو من تحفظون ها هي عيني الحرف يكرر 3 مرات، انتو من تحفظون كل حرف شنو معناه، ومن تحفظون القاعدة تقدرون تقرون وتكتبون بأي طريقة، تمشون على القاعدة. الحرف يكرر 3 مرات، أقصى شيء وراها أروح على الحرف الأكبر إذا أريد أكتب رقم أكبر، وإذا الرقم الكبير بالبداية وراه يجي رقم صغير أجمع، وإذا الرقم الصغير بالبداية وراه يجي رقم كبير أطرح. هسه نجي إذا تتذكرون قلت لكم إنه دائما الوصفات إيش تجي بيها؟ تجي بيها الابريفيشن. مو احنا قلنا مرات تجي كيو دي يعني every day، كيو اي دي يعني 4 times a day، كيو اس او كيو اتش يعني every hour. فاحنا عندنا الابريفيشنز، رجاء بعد لحد يحكي بالارقام الرومانيه. انت الاصح القاعده ماكو، انا قلت لكم ماكو شيء اسمه ال اي اي في، هاي يعني ما ادري، يعني هي الاي اي اي 3، وما يصير تكتبيها اي اي في خطأ، لانه الحرف يكرر نفسه من يزيد عن 3 يلا اروح على الحرف الاكبر منه. يعني اني الاي هي 1، الاي اي هي 2، الاي اي اي هي 3. من كرر اذا اريد اكتب 4 حيتكرر الحرف 4 مرات، فهذا ما يصير، اروح على الرقم الاكبر منه اللي هو الخمسة وأبدي أطرح، يعني I V 4 V 5 وهكذا. كافي يعني. فنجي إحنا هنا عندنا abbreviations. الابريفيشن دائما نستخدمها، العفو سارة، نستخدمها بال prescriptions، ونستخدمها بال medication order، ونستخدمها بال direction to the patients. خلي نيجي عندنا different types of abbreviations. بعض هنا عندي AA means of each، AAD means up to أو to make، DISP means dispense يعني أصرف، DIV يعني divide. هاي وين نلقاها دائما؟ نلقاها بالوصفات. DTD يعني give of such doses، ST يعني make، M يعني mix، NO يعني number، non rep أو NR يعني do not repeat، لا تكرر هاي الوصفة، QS يعني sufficient quantity، QSR يعني sufficient quantity to make. خلي نرجع على وصفة اللي شرحنا عليها بالبداية، خلي أردكم عليها. ضعوا هاي الوصفة، ضعوا هاي الوصفة إيش مكتوب بيها إذا بتلاحظون. QSR من يحط لي QSR يعني شنو؟ يعني sufficient quantity added. بتلاحظون بالوصفة ايش مكتوب؟ مكتوب هنا pure، ورا ما مكتوب المواد ايش مكتوب؟ purified water QSR، يعني انا اوزن هذا الملغرامات والملغرامات، بعدين اجي احط sufficient quantity كمية كافية الى حد شنو؟ up to ايش قد يعني؟ 100 مل إلى حد 100 مل. بقى هنا مكتوب MFT، يعني شنو MFT؟ Mix and make nasal spray، أخبط وحضر سبراي مال الأنف.
SIGC يعني شنو dispense، اصرف signature يعني dispense هالحالة. فده تلاحظون الوصفات شبيهة، ده تيجي بيها abbreviation بالكتابة. هنروح على الوصفة، نرجع على قبلها، لاحظوا هاي قبلها شو مكتوب بالوصفة، مكتوب DISP 100 مل، هو مكتوب أموكسيسيلين 250 ميلي جرام بير 5 مل، DISP 100 مل يعني شنو؟ يعني اصرف 100 مل دستانس. ال DISP هي الابريفيشن لكلمة شنو؟ كلمة دستانس. لاحظوا هنا 2TSP، TSP يعني تي سبون فولز، خاشقتين شاي. طبعا هنا هو كاتبها كاملة every 12 hour، بس هي تنكتب Q12H يعني every 12 hour. فإذا الـ abbreviations هالشكل نستخدمها بالوصفة. فخلي نرجع على الـ abbreviations مالتنا، مثل ما قلنا AA هي of each، AR هي to make، DS distance. الـ abbreviations الثانية هاي مرة علينا abbreviations الوحدات، يعني MCG هي microgram، MEQ هي milli equivalent، MG هي milligram، هاي كلها وحدات، MOSOL هاي milli osmol، سنتيمتر مكعب كيوبيك سنتيمتر، فلود اونس دراهم جالون جي اي ال. بقى هاي جي تي تي، جي تي تي يعني شنو؟ يعني دروب قطره. بي تي يعني بنت كوارت. التي اس بي مثل ما قلنا هي تي سبون فول، التي بي اس بي هي تيبل سبون فول. ظن تقريبا كل نفس المحاضره السابقه، لان هي وحدات قياس، ودائما وحدات القياس ما تنكتب كاملة، تنكتب abbreviations. بقى هاي abbreviations الصرف distance، يعني AC قبل الأكل، ad-lib يعني at pleasure أو freely administered يعني أي وقت تأخذها مو مشكلة، صبح ظهر عصر ليل، AM in the morning، AQ يعني water جاية من aqueous، ATC around the clock يعني كل الساعة، BID twice a day يعني مرتين باليوم، وهكذا. باعوا C يعني with، D يعني day، DIL يعني dilute خفف، مرات تجي مركزة الأدوية ويقول لك خففها، H يعني hour، IC يعني between meals بين الوجبات، وهكذا. باعوا هنا PM يعني evening afternoon، PC يعني after meal بعد الأكل، PO يعني by mouth ينوخذ بالحلق، QAM يعني كل صبح، ما قلنا احنا الـ AM يعني morning والـ Q يعني every، من يحط لي QAM يعني every morning، من يحط لي ساعة بالنص يعني every hour، مثلا Q4H every 4 hour، Q8H every 8 hour، وهكذا. SID once a day، S without، مرات يقول لي هاي الحباية بدون ماي تنشرب، أو غاية بدون تخفيف، وهكذا. هاي الابريفيشنز هنا هاي نلقاها بطبلة المريض، هاي كلينيكال طبية، مثلا بي ام باول موفمنت حركة الامعاء، بي بي بلاد بريشر، بي اس بلاد شوجر السكر، سي اتش دي كوروناري هارت ديزيز. يعني انا من يجيني واحد في الصيدلية او من احكي ويا صيدلاني بغير مكان، ما اقول له هذا الشخص عنده يوريناري تراكت انفكشن وهيك علاجه، أقول له هذا عنده UTI. هو من يقرأ UTI مثل ما تلاحظون آخر كلمة هي معناته يعرف عنده urinary tract infection، التهاب مجارة بولية. هذا عنده SOB يعني شنو؟ عنده shortness of breath، قلة بالتنفس، نفسه خفيف. هذا عنده OA، عنده osteoarthritis، هذا عنده MI، عنده myocardial infarction احتشاء بالقلب، هذا عنده بي بي يعني عنده بلاد بريشر، والبلاد بريشر قيمته مالته عاليه، وهكذا. فهذه قليل ما نلقاها بالوصفات، وكثير ما نلقاها وين؟ نلقاها بالميديكيشن اوردر او الطبله الطبيه اللي موجوده بالمستشفى. خل نشوف شلون نقدر نفسرها. خل نروح على هذا المثال. ها وهذه الابريفيشنز المن للدوزج فورمز، مو قلت لكم احنا الدواء
موجود بأكثر من فورم، يعني ممكن موجود بشكل أمبول، فما يكتبون كلمة أمبول كاملة، يكتبون أي أم بي كابسول سي أي بي. هاي الدي 5 ال ار هذا من محاليل المغذيات، ديكستروز رينجر، ديكستروز نورمال سلاين، ديكستروز ووتر. الاي ال اي اكس هذا الكزير، يعني نوع من الشرابات. الشرابات عندنا سيرب الكزير وسولوشن، يعني محاليل ثلاث انواع موجوده بالصيدليات. اي ان جي انجكشن، او اي ان تي اوينتمنت كريم، POLD powder وهكذا. SUP فيها شنو؟ هاي سبوزيتوري، كلها حفظ هاي المختصرات، لان هاي عمرنا كلنا نستخدمها من ساعة ندخل كلية الصيدلة لحد ما نموت، احنا نستخدم هاي المختصرات. Ointment cream capsule سبوزيتوري وهكذا. هاي الروت اوف ادمنستريشن، يعني شلون مثلا مرات واحد نقول له اخذه اورالي، اخذه باي ماوث، مرات يقول له اخذه اي جي انترا دارمال، يعني تحت الجلد، يقول له اي ام انترا ماسكولار، يعني بالعضله، هاي الابره بالعضله، هاي الابره تحت الجلد، هاي الابره اي في انترا فينوس بالوريد، هذا اي في دريب، يعني انفيوجن. مرات الابره تنطي وهي مغذي، فما تنطي مباشره بالوريد، تنحط بالمغذي وتنطي. ام جي تي مرات الدول ينطي ثرو نازل غاستريك تيوب، يعني هذا التيوب اللي ينحط مرات هذول خصوصا اللي عندهم كوما، ينحط من الخشم للمعده. بي او باي ماوث ريكتال، هاي التحاميل الشرجيه. سبلينجوال تحت اللسان اس ال في فاجينال تحاميل مهبليه. تي او بي توبيكال، يعني الجلد، هاي توبيكال الكريم والاوينتمنت الدهونات الشغلات مثلا topical. فهذه نسميها روت اوف ادمنستريشن، شلون نوصل الدواء الطريق اللي عن طريقه يوصل الدواء. هسه شلون نقراهن هاي الابريفيشن؟ لاحظوا مثلا اذا انا مكتوب ام اف تي انت، يعني شنو معناتها؟ mix and make ointment. هذه معنى مكتوب اف تي suppository اس يو بي ان او اكس اي اي، هاي شنو معناتها؟ معناتها make 12 suppositories، حضر لي 12 تحميلة، make 12 suppositories. هنا هذه شنو معناتها؟ mix and make capsule give of such doses each gas 24. اريد بس انبهكم على شغلة على الدي تي دي اللي هي give of such doses، هم راح ارجعكم على الوصفة الاولى. تخيلوا هاي، خلينا ناخذ هاي الوصفة. أسيتيل سلسلك أسيد 4 غرام، فيناسيتين 0.8 غرام، والكودين 0.5 غرام. إيش ده يقول لي؟ ميكس أند ميك كبسول نمبر 20، معناتها هاي الكميات كلها، لأن كبيرة تلاحظون غرام، هي الكبسولة بها أحجام، بس عادة الكبسولة ما تتحمل أكثر من 750 ملي غرام، فهاي الكمية بها. فإحنا من شفنا هاي الأعداد كبيرة، يعني معناتها هاي الكمية مال 20 كبسولة، سوري نرجع عليها، معناتها هاي الكمية مال ايش قد؟ مال 20 كبسولة. إذا أريد كمية كبسولة الوحدة أجمعهم وأقسمهم على 20 تطلع لي ايش قد الكبسولة الوحدة، صحيح لو لا؟ تمام؟ هذه قلنا هذني لانه غرامات وكميات كبيره، هاي مال 20 كبسوله. مرات نلاحظ الكميات صغيره، يعني ما اذا مكتوب هنا ملي جرام، يعني 50 ملي جرام او 800 ملي جرام او هنا هم ملي جرام، هاي مستحيل تصير لي 20 كبسوله. فشي يسوي لي؟ يقول لي ميكس اند ميك كبسول دي تي دي 20، يعني معناتها هذا يقول لي حضر كبسول جيف of such doses 20، يعني هاي الدوز كلها مال كبسولة واحدة وانطي 20 منها. فلازم تعرفون يعني استخدام الدي تي دي شلون يصير. give of such doses قسميها حبيبتي الروح السجن، يومية حظة 10 دي تي دي give of such doses، هذه هو استخدامه.
فنرجع فهمان، هو ده يقول لي شنو، ده يقول لي ميكس اند ميك كبسول give of such doses 24، حضر من هاي الكبسولة 24. هنا نهم مثلا علامات الوصف الصرف مالت الدواء، take one tablet 4 times a day after meal and at bedtime. ال HS هو bedtime، ال ET and ال PC after meal، ال QID 4 times a day. فأخذ كبسولة واحدة 4 مرات باليوم بعد الأكل ووقت النوم. هنا نتذكرون قلت لكم الجي تي تي هي دروب، فنقول له install 2 drops right eye every morning، حط قطرتين بالعين اليمنى كل صبح. شوفوا الورا هالسالفة، take 2 tablets start، يعني شنو يعني immediately، يعني أول ما توصل للبيت أخذ حبايتين وراها شنو every 6 hour، وراها حباية وحدة كل 6 ساعات، Q6H يعني every 6 hour. طبعا هاي 7D نازلة، يعني هي هاي المفروض 7D تصعد هنا، فتصير لمدة 7 أيام، فتفسر take 2 tablets immediately then take 1 tablet every 6 hour. هذا هو الواجب مالتكم، انه dispense مثلا شوفوا هاي رقم 8 dispense rectal suppository number 12. mix and make راح احللكم بيهم، mix and make isotonic solution and dispense 120 ml. ومثل ما قلت لكم هو دائما الاسئله حلولها وين؟ موجوده بالكتاب حتى تتاكدون حلكم صح لو غلط. اللي يعني حتى انتم تستفادون وتعرفون تحفظون، حلوا ويلا تشيكون ويا الكتاب، مو ترسم رأسا مباشرة تاخذون الحل من الكتاب، لأن ما راح تعرفون انتو وين غلطتوا، حتى اللي يعرف غلطه وين يقدر يصلحه بعدين. خلينا نحل هاي المسألة، شلون نقدر نستخدم ال هذه الابريفيشنز ايضا بحل المسائل. ضعوا هاي المسألة رقم 5، A prescription to be taken as follows، وصفة تنوخذ وهي 1 tablet QID حباية 4 مرات باليوم for the first day أول يوم، 1 tablet TID a second day، TID يعني 3 مرات باليوم، حباية 3 مرات باليوم ثاني يوم، 1 tablet BID في 5D يعني حباية مرتين باليوم لمدة 5 أيام، and 1 tablet QD thereafter وحباية يومية لما بعدها thereafter يعني إلى نهاية العلاج. How many tablets should be dispensed؟ إذا إيش كم حباية يحتاج أصرف for 30 days لمدة 30 يوم؟ نرجع نعيد السؤال. A prescription is to be taken as follows. وصفة تنوخذ كالتالي. 1 tablet QID حباية 4 مرات باليوم أول يوم. 1 tablet TID for the second day حباية 3 مرات باليوم لليوم الثاني، 1 tablet BID في 5 حباية مرتين باليوم لمدة 5 أيام، and 1 tablet QD thereafter ولنهاية العلاج حباية يومية. زين إذا العلاج طول 30 يوم مش كم حباية أحتاج؟ How many tablets dispensed؟ نجي نحل. الـ first day حباية 4 مرات باليوم، إذا 4 tablets needed for the first day. Second day, one tablet three times a day. إذا ثلاث حبات. اللي بعدها one tablet twice a day لأن BID مكتوب لمدة 5 أيام. فأضرب 2 في 5 لأن حبات يومية لمدة 5 أيام تطلع إيش قد؟ 10 حبات. هسا أنا عندي مال كم يوم؟ اليوم الأول واليوم الثاني هاليومين. وخمس أيام هايش كم يوم؟ 7 أيام. هو يريد علاج 30. أقول 30 ناقص 7 23 يوم بقت عندي، وراها دولي 1 tablet thereafter every day يعني هالي 23 يوم يومية حباية. إذا أنا لأنه 23 يوم ويومية حباية 23 حباية. هسا مجموعهم مال الشهر راح يحتاج نشقد 4 حبات 3 حبات 10 حبات و23 أجمعهم تطلع 40 حباية
needed for 30-day treatment. لهنا نعيني قصة المحاضرة مالت اليوم، واللي عنده سؤال خلي أنزل لكم قبل لا تسألون، أنزل لكم رابط الحضور، بس أعطوني ثانية.